نفوس عدد العالم 8 مليارات، عدد البشر منهم 5 مليارات المسلمون بفرقهم وأهل الكتاب بفرقهم. فإذا أحسن المسلمون بفرقهم واليهود وأهل الكتاب بفرقهم الحوار واللقاء، قطعا سوف يؤثرون على العالم تأثيرا إيجابيا ويقودون العالم. وهذا الذي يعني أثرته، وأثرت ضرورة أو أداة لفهم لتطوير الحوار العلمي بين المسلمين بطوائفهم وبين أهل الكتاب بطوائفهم، أنه لابد أن نتعلم اللغة الأكدية، لأن اللغة الأكدية هي أساس للعبرية وأساس للعربية اليوم. وهذه اللغة الأكدية سوف تعيننا على فهم المصطلحات والألفاظ القرآنية وهكذا الألفاظ أهل الكتاب، مما يسهل عملية التفاهم والوصول إلى نتائج مرضية ونافعة.